عليه. طب خلينا في زي اعلان للميديا اتعمل له ريليز في الـ في الـ في كل وسائل الاعلام عن البطوله، خلينا نشوفه وراجع لحضراتكم. من على ارض النيل ارض الحضاره ارض الرياضه، ارض الرياضه اللي بدات في مصر من الاف السنين وخصوصا الجمباز. والدليل النقوش اللي كتبوها اجدادنا المصريين على جدران المعابد، والاول مره في التاريخ على ارض القاره السمراء بطوله كاس العالم للجمباز. يلا بينا نشجع ولادنا أبطال مصر في الجمباز. من هنا بدأت ولهنا رجعت على أرض مصر. على أرض مصر بطولة كأس العالم للجمباز. بطولة كأس العالم للجمباز من هنا بدأت ولهنا رجعت على أرض مصر. كايرو 2021.